انطلقت اليوم البطولة الإفريقية للدرجات الجبلية بمنطقة محمية وادي دجلة بالقاهرة، ذلك بعد افتتاح المرحلة الأولى من تطويرها بحضور وزير البيئة خالد فهمي. كانت المرحلة الأولى للتطوير تشمل تنفيذ مسارات للعجل وسياحة المغامرات. من المقرر أن تكون المرحلة الثانية تنفيذ مكان للعائلات. زي ما قلت لحضرتك، احنا عندنا 30 محمية، 15% من مساحة مصر، والمصريين عايشين على 6% بس من المساحة. إذا وزارة البيئة عندها عبء كبير أوي، 15 محمية ضروري أن يتم تنميتهم، ولكن يجب أولا يحافظ عليهم ثم نطورهم بالشكل المتوافق بيئيا. احنا بدأنا بمجموعة من اللي بنسميها المرحلة الأولى من المحميات، بتشمل دجلة، الغابة المتحجرة، والاتنين دول حوالي في القاهرة، حوالي القاهرة الكبرى، الريان في الفيوم، المحميات الخمس محميات بتوع جنوب سيناء، ومحمية وادي الجمال في البحر الأحمر. هم دي المرحلة الأولى، بنستثمر فيهم حوالي ربع مليون أو ربع مليار جنيه لتطويرهم بالشكل الذي يجعلنا أن احنا نستقطب أنشطة للسياحة البيئية.